بينضم الينا الكابتن صبري المنياوي مدير عام مدير الكره في نادي الاسماعيلي. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير، ازيك يا مريان؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ منور الدنيا. ربنا يخليك، الحمد لله بالتوفيق ان شاء الله. طيب يعني عايزه اطمن كده في الاول يعني على صانع الالعاب همام طارق وعودته مره ثانيه للتدريبات، اكيد من العناصر المهمه بالنسبه لكم والاعتماد على كل العناصر اللي تم جلبها في ميركاتو الصيف. همام النهارده جاي ان شاء الله، كان عنده ماتش امبارح، خلص الماتش وجاي النهارده، طبعا واخد رحله 20 ساعه. ربنا يسهل ان شاء الله وما يكونش يعني عنده راحه كده. هو جاي الساعه 4 المطار، وهيجي هيجي رايح النهارده ان شاء الله ويتمرن بكره مع الفريق. طيب هل فعلا ممكن نبتدي نشوف عدد من الناشئين اللي بيتم تصعيدهم من قبل الجهاز الفني النادي الاسماعيلي يكون لهم مشاركه في الفترات اللي جايه كده ويكونوا بيدخلوا في فورمه المباريات مع النجوم القدامى وكمان مع الصفقات الجديده؟ هو حضرتك الجهاز الفني كله والكوتش بالذات يعني راح ماتش ناشئين اللي هو 99، كان في ماتش مع زمالك واتفرج، ويعني كان مبسوط جدا من الاداء، والحمد لله فريقنا كسب 4-1 يعني، وكانوا اللعيبه كويسه قوي، وهو اختار لاعب محمود عبد الله فضمه للفريق في التدريب ثاني يوم على طول، وامبارح كان معانا والنهارده، واعتقد ان هو ان شاء الله يبقى معانا في الماتش اللي جاي ان شاء الله. هو محمود ده مواليد 2000 على فكره. طب ده سنه يعني صغير، دي حاجات دي بقى من الاخبار العظيمه اللي بنسمعها دايما، تصعيد الناشئين مع الفريق الاول كده علشان نشوف وجوه جديده بتنضم للدوري الممتاز. بص يا مريان، احنا عندنا لما تيجي تقسمي فريقنا لثلاث اتلات، يعني في ثلث اللعيبه اللي هم عندهم سن كبير شويه، مثلا من 29 ل 29، وبعدين ثلث فريق كله 29 مواليد 79 97، وبعدين الثلث الاخير كله من الناشئين اللي هم كسبوا البطوله السنه اللي فاتت. يعني احنا عندنا مجموعه ناشئين ومجموعه لعيبه صغار السن كتير جدا جدا يعني. طيب قبل ما ننتقل بالحديث عن المباراه اللي جايه، بس حابه اقف عند المركزين اللي حضرتك حابين تدعموهم، وهو السترايكر والباك ليفت. هل هيتم الاعتماد على مصريين؟ هل بتبصوا في الدوري المصري وممكن توصل هنا، ولا برضه لاعبين من بره؟ بص برضه احنا ما عندناش ابدا اي مشكله، احنا عايزين نجيب لعيبه عندهم يعني امكانيات كويسه هيقدروا يفيدوا الفريق ويفرقوا مع الفريق، يعني سواء كان اجنبي او مصري يعني مش تفرق. واحنا عندنا مكان الاجنبي على فكره، يعني عندنا طبعا كل الكلام ده هيبان في شهرين ثلاثه اللي هم اللي جايين دول. احنا بنشوف احسن الفرص واحسن اللعيبه اللي يقدر يفيد النادي يعني ان شاء الله. طيب كابتن صبري، مباراة الفريق القادمة أمام فريق حرس الحدود، متابعتكم لحرس الحدود منذ انطلاقة الموسم واستعداداتكم لهذا اللقاء؟ بص احنا من السنة اللي فاتت طبعا وعارفين فريق حرس الحدود من الفرق الصعبة، يعني مش هقول لك الفرق القوية، لا من الفرق الصعبة يعني. وبعدين هو عمل معانا نتائج كويسة السنة اللي فاتت، يعني اعتقد كسبنا مرتين يعني. فالسنة دي طبعا احنا فاصلين الموقف كويس، والكوتش بتاع طبعا عارف كويس جدا المقاومات القويه في فريق الحرس، وبرضه عارف نقط الضعف يعني ان شاء الله، لان هو بينجبر الماتشات وهو بيتفرج عليها وبيقدر يقيم الموقف كويس يعني. فالماتش صعب، ومش الماتش ده بس يا مريان، الماتشات كلها صح، كل الماتشات صعبه جدا. اديك شفتي الزمالك عمل تعادل 1-1 مع فريق لسه صاعد اف تي مصر يعني. فالماتشات مش يعني لو ما كانش فيها جديه وفيها احترام للخصم واحترام للكره مش هنكسب يعني. فده المطلوب اللي احنا دايما بنقوله للعيبه، زي وهم ما بيلعبوا ما شاء الله يعني، ماتش الجونه وماتش الدجله كان بره ملعبنا، لعبوا بروح وحماس يعني وروح عاليه جدا، كسبنا الحمد لله يعني. فده المطلوب على طول في الماتشات اللي جايه ان شاء الله. طب كابتن صبري، اخيرا بس نطمن كده، النادي الاسماعيلي هيكون بيدخل بالقوه الكامله في المباراه اللي جايه، هل في اي غيابات بيعاني منها الفريق، اي لاعب ممكن يكون انذارات اصابات، ولا الشكل عامل ازاي؟ لا ان شاء الله الامور كويسه جدا. قصدك على ماتش الحرس مع نادي كتير؟ لا ممكن تقول لنا كمان عن استعداداتكم للبطوله العربيه، بس بجانب انا بتكلم عن مباراه الحرس القادمه. الحرس لا احنا عندنا بس ابراهيم ابو يزيد يعني
هو ابتدى تدريبات وعلاج كويس يعني، بس احنا ما نقدرش نغامر بيه في الفتره اللي جايه دي يعني، لازم نستنى عليه شويه لان اصابه التمزق في العضله الخلفيه ده مشكله شويه يعني. محمد صادق الحمد لله كويس، وما عندناش حد تاني كله تمام. وجيك الحمد لله مرن امبارح واول امبارح كويس جدا، وباين زي ما قلت لحضرتك كان امبارح من المنتخب واتمرن على طول. وبرضه احنا امبارح اتفرجنا على امام في الماتش بتاع العراق، والحمد لله مطمنين ان هو خرج كويس يعني، فكل الامور كويسه ان شاء الله بامر الله ان شاء الله. طب خلاص ممكن حضرتك تختم بس بقى معانا باستعداداتكم للمباراه القادمه في البطوله العربيه الجزيره الاماراتي. هو انا هكلمك مش فنيا يعني، لان احنا حاطين كل تركيزنا في ماتش الحرس يعني. احنا مخلين البطوله العربيه وماتش الجزيره على جنب يعني لحد ما نخلص ماتش الحرس. ايوه. لكن طبعا احنا عارفين ان عندهم ماتش في الدوري ان شاء الله يوم السبت الساعه 7 بالليل، فاحنا برضه هنتفرج عليه على الماتش ده. وطبعا هنسجله، والكوتش طبعا هيتفرج عليه ويقدر يعني. وفي ماتشات ثانيه عندنا الحمد لله، فيعني احنا بس عايزين كل تركيزنا دلوقتي يبقى في الحرس، لان من المطبات الصعبه جدا على فكره في الدوري السنه دي فريق الحرس يعني. فاحنا بس عايزين نخطي الخطوه دي ان شاء الله على خير، وبعدين نبص الخطوه اللي بعديها ان شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا كابتن صبري المنياوي مدير الكره في نادي الاسماعيلي. باذن الله نتابع كده مباراه قويه وممتعه تقدموها للمشاهدي الكره المصريه بجانب اكيد فريق حرس الحدود اللي دايما بيكون منافس صعب وندي قوي جدا في كل المباريات. عمره ما كان منافس سهل كده، لازم بيكون بيعمل لنا شويه اثاره في كل مباراه.